موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم VSL. السلام عليكم. وش ذا يا روكت ليج؟ ليه كذا؟ كنت اقول السياره عندي نادره اللي هي نيسان جي تي ار، وعندي التشارجر بس نزلوها خبر ثاني. ليه؟ والله ليه كان حسابي يعتبر نادر، يعني عندي سياره باتمان نادره، عندي نيسان كانت نادره، بس روكت ليج كذا. والله العظيم ما خلي حسابك نادر، نزل احلب امه. ليه ينزلونه ثانيه؟ ليه؟ والله حرام اقسم بالله. طيب نجي الحين عند اهم نقطه. اذا جيت تشتري كريدت داخل اللعبه، الحين تروح على ايتم شوب، موجود هنا كريدت، يقول لك باي كريدت، اضغط مربع عشان تشتري كريدت. فانا اقول لك افضل طريقه صدق تشتري كريدت من موقع روكت ليج اكستشينج، اللي رابط حقه في الوصف، تشتري منهم لانه ارخص بكثير من اللعبه. فمثلا بتشتري 2000 كريدت، 3000 كريدت، راح يصير ارخص، حتى لو تشتري 1000 ارخص من اللعبه. فاشتر كريدت من موقع روكت ليج اكستشينج، رابط في الوصف، وفي كود VSL راح يخصم لك 3%. فوق ما انه ارخص في خصم. اذا دخلت اللعبه هنا جاتك الكريدت، عطوك الكريدت، اشتر النيسان من هنا. مثلا تبغى تشتري سياره النيسان، تجي هنا 1000 كريدت، تكون وفرت مبلغ مره حلو. يعطيكم العافيه. لا تنسوا كود لايتم شوب VSL بعد. اذا تبغى تشتري من هنا تاكد انك ضغط R2 حاط VSL، اوكي؟ سمول كابيتال ما يفرق. يعطيكم العافيه وخليكم على المقطع. الحين بلعب انا منكر، والله منكر يا شباب. شو افضل هذا ولا هذا؟ هذا حلو بس ما يجي زي هذا، ما ادري محتار. اللي يقول كيف قاعد تلعب ذا اللون اللي هو اللون الاسود، قاعد استخدم باكس مود. بسم الله. امبي 2 ديفيجن 2، نخش على قام الكوم كذا على طول، ما في صعود القمه في تجربه النيسان. نحاول نشوف ايش نقدر نسوي. وداعيه لها، مو بداعيه والله. ديم اللون والله رهيب، اقسم بالله رهيب. المقطع اليوم ينزل لكم متاخر، اعتذر على ذا الشيء، يعني يوم الخميس متاخر. يكفى يا خوي. بشوف هل نقدر نسوي شيء بالنيسان جي تي ار. نويس، راح طاقه مع بعض. انا بسجل هدف عادي، خذ راحتك انت. اياه اوكي، نو والله كويس اني قلت له اي جت ات. وقف على اخر لحظه لو تلاحظون. شو كيف هوب ناوي يصدمه؟ ليه همشي انت وياه؟ والله الخوينا ينشب، بس خلاص فوز الجيب يا شباب. الحمد لله اني صديت، ما في بوست. امشي حلوه. اوه كلوز ون خوينا، ارجع تكفى ارجع. والله بانشف، والله لانشف. اوكي هيك خويه، يا عيني نايس شوت. لا والله عارضه. ايوه تكفى. ما تبغى تدخل، طقتي خايسه بس ما تبغى تدخل. ليه يا اخي؟ والله انشف شيء في الحياه يا شباب. تكفى خوي، يا عيني يا عيني يا عيني. يا الله والله قهر، اقسم بالله كان فيك خرافي. امشي خوي. نو شوت، والله العظيم اسطوره. الله استقعد بشكل مو طبيعي، اقسم بالله استقعد بشكل مو طبيعي. طلع اللي ضدنا. تك جي هنا الدونز، هنا الدمز، هنا الجي تي نيسان. والله جلدنا فيها جل صراحه، واستقعدت لهم استقعاد مو طبيعي، مع اني ما تمرنت بالسياره ولا شيء، خلت كذا على طول، لكن اداء مرضي صراحه. نروح على الجيم اللي بعده. الجيم اللي بعده نقاطهم كلهم اعلى مني، التيم ضدنا اقوى نقاط بعد، يعني اقوى مننا كلنا. لا يا لاك عيني، جريت بوس، مع انه كان المفروض يسوت على طول، بس اوكي. نايس. النطة الثانية جت لخمة، ما توقع مني، بس اوكي. يا الله يا القهر، صدمته ما ادري شلون. اوكي تكفى بلك، يا عيني. تكفى، يا الله. والله ما اقدر اسوي شيء. الحين اقدر. اوه تكفى قولك، تكفى يا الله يا الحظ الخايس. عيني تكفى، نايس شوت يا عيني يا اسطوره. الله لو اني مصور سواد القمه ما يصير كذا. اوه اوكي صدها، اوكي طعم الحظ. الله العظيم شكرا، والله شكرا انك وديت الهدف على طول بعد الكره اللي قبل شوي.
عرف ان حظه خلاص ضاعوا كلهم. اوكي يجيوا البليد، يجيوا البليد المين ما ادري. الجيم اللي بعده اتوقع بعد شوي ندخل للتشامبيون 2 ديفيجن 3 اذا فزنا في هالجيم. يا رب هدف. يوووووس الحمد لله الحمد لله والله العظيم. ما شلون جت كرؤيه مبدئيه على طول بالعارضه. يا عيني خوي على بالي انه تفجر والله ما انتبهت. تكفى قولك. اه كلوز الخمة. يا القهر. كلوز تكفى قولك. الحمد لله نضبطت خليت الفوز. والله ما ادري شلون طقيت هذي بس اهم شيء انه وخرت عنهم شوي. يوه كلوز ون والله. اوكي تكفى قولك تكفى قولك. يا القهر. انا مو فاهم لخوينا، خوينا تحركات غريبة شوي. لا ما تطير معي. شفتوا كيف؟ هذا اللي اقصده، والله تحركات غريبة. تحس انه مو برايح فجأة يروح. مشى. ان شاء الله هدف. لا مو بهدف. وات سيف والله. نايس شوت والله نايس شوت. هنا ابغى بوست ابغى بوست بس الحمد لله انا راه الحمد لله. نقيت المرمى باقي 20 ثانية. اوكي خليه يخلص. شوت والله نايس والله نايس. فجأة صار سريع. هنا ما ادري ايش قاعد يسوون، واقفين كلهم يناظرون في بعض وانسحبوا. ثلاث انسحابات ورا بعض اقسم بالله انه تو ماتش يا عيال. والبليد يا ساتر. هنا اتوقع انه رانك اب على طول. يوب تشامبيون 2 ديفيجن 3. ما اخذت بوست. حلو جاني لاق الحين. نايس كلوز 1. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ياه على بالي انه بلوك. تكفى خلي البوست. يا الله نايس شوت. ما ادري ايش الحركه اللي سويتها انا بس نايس شوت والله خوي. ما ادري ايش قاعد تسوي صراحه. لا لا تقول لي هذا بلوك. لو يقطع من الغبنه والقهر. ابي اعرف ليش خوينا جايني في الجدار. ليش؟ روح تكفى يا خوي. طيب الحين ليش ما رحت؟ سبحان الله. اوكي. لا 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 اخر بس. اي ما يتفجر ذا. والله ما ادري ايش كان قاعد يسوي خوينا بس اوكي. يا الله تكفى. لا 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 ما تشبكه مرة. لا لا جريت باس والله جريت باس بس يا اخي من اول يا سكور 600 حرام يروح الجيم كذا. تكفى روح معك بوست. ما معك. اوكي جيجي. لازم ننهي بجيم فوز. لازم قاعد الحق خوينا عشان يبغى يصدمه المريض. هم كذا من بدايه الجيم. طيب تكفى عاد خوينا. وش يوقف؟ شو يوقف في الزاويه؟ اوكي الخام بس ما يوقف زي كذا. تكفى تحرك قولك. نايس شوت. خيرا جابوا العيد يا شيخ. يوه نايس شوت من اول. تكفى انا ما ادري شلون جت الكوره هنا. اوكي جرب الاول شفيها. هوب الفليك. روح 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 والقلب دعيلك. روح نايس شوت. ايش فيه مسبق وكذا فجأة؟ معتمد على انه لو ناول ايش بيصير؟ تنقش من فوقه ما اقدر اسوي شيء ابدا. تكفى بلك. نايس سيرا يا رجل. والله كويس انه بلك في اللحظة كويس. وهنا قلت والله لا اروح وراها. يا عيني ثاني هدف كذا. اول اللي قبل شوي ما جاي يعني بس اوكي. يا القاهر كان بلوك من بعيد البيت بس ماشي. جاك ثاني جي جي. اوكي مشى.
نو زين يا شيخ، من اول يا اخي من اول نبغى ننهي المقطع زي ناي. رجعنا الرانك تكبر، رجعنا الرانك. طيب بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين، ترى الاشتراك جدا مهم. وعلى زر التنبيهات اهم شيء، واللي يبغى يشتري ما قلت لكم نيسان لازم يشوف بدايه المقطع وش قلت وش سويت بالضبط عشان توفر فلوس. يعطيكم العافيه، اشوفكم على خير، ان شاء الله عجبكم المقطع، السلام عليكم.